طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور عمار كمال حسن الصادق، نائب أخصائي المخ والأعصاب. أهلا ومرحبا بكم كل أهلنا وأحبابنا في السودان وكل اللي بيتابعونا. أنا الليلة معكم إن شاء الله نحاول نتكلم في يعني نبذة بسيطة عن أمراض المخ والأعصاب في ظل الكورونا والحجر المنزلي. أولا بحب أشكر يعني مبادرة الباحثين السودانيين على الاستضافة، وبرضو مجموعة دار لبناء القدرات والاستشارات البحثية. مشكورين جدا على الاستضافة. الليلة إن شاء الله بنحاول يعني نتكلم معاكم في نبذة. معلش شايف الصوت قال ما واضح، يمكن أحاول أعدل. بحاول إن شاء الله الصوت حسي يكون أحسن. الليلة إن شاء الله يا هو أنا حاول أتكلم معاكم عن كم موضوع. أول شيء نحاول بس ندي نبذة تعريفية بسيطة جدا بأمراض المخ والأعصاب، وندي لبعض الأمثلة الشائعة عليها، وبعد ذاك نتكلم عن أعراض مرض الكورونا لو أصابت جهاز المخ والأعصاب، وبعد ذاك ممكن حنتكلم الجزء الأخير اللي هو حيكون لب الموضوع، هو عن إذا كان الإنسان مريض بواحدة من أمراض المخ والأعصاب وعنده قريبه عنده واحدة من الأمراض دي، كيف إنه الناس تتعامل في الزمن ده. وممكن لو سمحتوا الأسئلة نحاول نخليها للآخر على أساس إنه الواحد يقدر يجاوب عليها في الآخر. فنبدأ بس تعريف بسيط أمراض المخ والأعصاب. هي الأمراض اللي هي بتشمل الجهاز العصبي، والأمراض دي يعني من اللي هو جهاز عصبي يتكون من المخ وبيمتد فيه الحبل الشوكي، ومنه بتطلع الأعصاب اللي هي بتغذي لنا الأطراف سواء كانت الأرجل أو الأيدي، وبرضه اللي هو بالأطراف بتغذي لنا العضلات اللي هي مسؤولة من الحركة، وبعد ذلك برضو عضلات الصدر والبطن والظهر. فإذا حصل أي خلل في أي واحدة من المناطق دي ده بيؤدي لواحدة من الأمراض اللي هو المخ والأعصاب. ومثلا يعني جزء الأمثلة الشائعة عليها الناس يعني الناس بتعالجها اللي هي مثلا الصداع. الصداع مثلا من أكثر الأمراض الشائعة، الصداع بمختلف أنواعه، أكثر الصداع النصفي أو ما يعرف بالشقيقة، ده مرض يعني منتشر كثير، ونحن بواحد من حياة الناس بتعالجه. برضو مثلا في السكتة الدماغية، برضو ده مرض نحن بنعالجه، وفي مرض الشلل الرعاش أو الباركنسون، وفي أمراض تانية كثيرة يمكن يعني ما معروفة للعامة وما شابه، لكن أمراض مهمة وبرضو لنا حنتطرق لها، زي مثلا مرضين، واحد اسمه التصلب المتعدد، ومرض تاني اللي هو الوهن العضلي الشديد أو الوبيل يعني وما يعرف بالمايسينيا. فبس أنتقل حسا حابة أتكلم عن أعراض الكورونا لما تصيب الجهاز العصبي. الكورونا طبعا هو مرض فيروسي حديث والناس يعني انتشر في العالم كله، ولسه معرفتنا به ما مكتملة، لكن بدأت الناس من خلال الملاحظات اللي بتلاحظها بتشوف العيانين والمرضى اللي بيجوا المستشفيات تلاحظ لي حاجات. في أعراض بتكون يعني منتشرة في الكورونا لما تأسع الجهاز العصبي، وأكثرها هي أعراض يعني خفيفة. أول حاجة فقدان حاسة الشم والتذوق، دي أول حاجة ممكن الناس بتحصل، ودي بتجي نتيجة لأنه العصب الشمي اللي هو موجود في أعلى الأنف وده بيقوم بيتأثر، والإنسان ممكن يفقد حاسة الشم والتذوق والحكاية دي، تواصل مع الزول تقريبا لمدة شهر لشهر ونص، يكون الإنسان يعني بيأكل أي حاجة في الأكل ما حاسس بحاجة تماما، ما في طعم، لكن الحاجة دي إن شاء الله بعد فترة لما الزول يتعافى بيترجع تاني. العرض الثاني اللي هو حاجة برضو الناس لاحظت لها جدا هي مسألة الصداع. بيجي صداع ممكن شديد جدا لمريض الكورونا، الصداع يعني ممكن يكون مصعب بأعراض تانية، يعني الإنسان ممكن يكون معه حساسية للضوء، حساسية للأصوات، يحاول يتجنب يعني يكون الحياة دي بتضايقه، ممكن يكون معه طمام أو طراش، بيكون صداع قوي جدا صراحة.
فده برضو واحدة من الأعراض، الحاجة اللي هي بتجي يعني حاجة الناس لاحظت لها منتشرة جدا مع الكورونا. الحاجة الأخيرة برضو في الأعراض، يعني لما تكون الإصابة ما حادة ممكن تجي أي ألم في العضلات، وبيكون في ألم في العضلات شديد جدا ومصحوب بفتور وإرهاق شديد. فدي واحدة من الحاجات اللي هي بتيجي مع الكورونا. وعادة الأعراض دي أول ما الإنسان يعني ما بتاخد معه كم يوم أول ما يتعافى إن شاء الله من الكورونا، بيقوم إن شاء الله الأعراض دي بتزول والزول يعني بيرجع تاني طبيعي. في حالات تانية لو الكورونا بقت شديدة أو يعني الحالة المرض متطور بشكل شديد، ممكن يؤثر بدرجة أكتر ويؤدي لأعراض أشد في الجهاز العصبي، ويعني أكتر حس الحياة الناس اللي لاحظت لها إنه ممكن يؤدي لجلطات في الرأس، تؤدي لما يعرف هو بالسكتة الدماغية، واللي هي فيها الإنسان ممكن يصاب بشلل حاد وفي جزء في يعني جزء من الجسم، يا يعني النصف الأيمن أو النصف الأيسر، يعني يكون فجأة الإنسان نص وشه مثلا ما بيتحرك، يفقد القدرة على الكلام، أو إنه ما يقدر يحرك يده أو رجله، أو يفقد الإحساس في يعني واحد من الأطراف دي، النصف الأيمن أو النصف الأيسر. ممكن تجي أعراض تانية، لكن دي حاجة الناس لاحظت ليها بتجي. وحتى يعني الحاجة الغريبة شوية إنه ممكن تجي حتى عادة للفئات العمرية الصغيرة، يعني إحنا عادة بنتوقع السكتة الدماغية للإنسان الزول بيكون عادة شوية متقدم في السن، ممكن يكون عنده أمراض تانية خطيرة زي ارتفاع شديد في ضغط الدم، أو يكون الإنسان عنده سكري وما معالج تمام، أو يكون عنده ارتفاع في الدهون، أو مثلا الإنسان يكون مثلا مدخن، أو يكون عنده اضطراب في ضربات القلب. دي يعني عادة العوامل الخطر اللي ممكن تزيد نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية. لكن في حالات هنا شفناها صراحة في المستشفيات بيكون الإنسان يعني ما عنده أي واحدة من الأعراض دي ويجي بسكتة دماغية، وده لأنه بس الناس لقينا إنه الكورونا بتزيد لنسبة تكون الجلطات في الدم، فممكن تؤدي للحاجة دي. ده ممكن لما تكون الكورونا تبقى شديد. برضو ممكن الكورونا تعمل مرات تأثر على الأغشية حوالين المخ، وتؤدي زي ما بنعرف يعني نسميه زي بالتهاب السحائي أو السحائي، واللي هي ده برضو هنا الزول ممكن تجيه صداع شديد، ممكن يكون مصحوب بتشنجات، يمكن يكون مصحوب شوية إن الزول يفقد الدرجة بتاعت الوعي تقل. ممكن مرات الالتهاب يعني في حالات بسيطة إنه يأثر حتى على قدرة التفكير أو التركيز لدى الإنسان أو المريض، ويبدأ يكون مشوش يعني في كلامه، ما يقدر يستحضر الأحداث، الذاكرة حقته تتأثر. ده لو أثر على المخ أو الأغشية اللي حوالين المخ. في حالات بسيطة ممكن برضو الكورونا يعني تؤثر على الأعصاب الطرفية، واللي هي مسؤولة عن نقل الإشارات من المخ زي ما قلنا للأطراف للقدمين أو لليدين، وهنا لما تتأثر الأعصاب بتقوم الإنسان ممكن يفقد القدرة على الحركة، يعني يبقى في مشكلة في الحركة، الإنسان ما يقدر يقوم، ما يقدر يطلع بالسلم، يحس إنه مثلا بيتعثر، ما يقدر كرعينه ما شايلاه لأنه هم تقال جدا وهو ما قادر يتحكم فيهم، يفقد الإحساس تماما، هو ما يقدر يعرف إذا هو يعني على يده سطح في الغطاء، وما يكون حاسس بالحاجة. في اليدين يفقد القدرة على إنه مثلا يمسك الكوباية ويمسك القلم يكتب، أو إنه حتى لو مثلا حاجة بسيطة يعرف يمسك يفتح الباب بالمفتاح، ما يقدر يلف المفتاح في الباب. يعني هي بتكون حاجات بسيطة لكن لما تحصل للإنسان تحصل سريع جدا، وبتكون الزول فقد قدرة رهيبة جدا في التحكم. دي طبعا الحالات دي هي حالات نادرة، لكن لما تحصل مهم جدا انه يعني في الحالة دي الانسان يمشي للمستشفى، ولانه هنا ممكن يحتاج لعلاجات تانية وطريقة للعلاج مختلفة. ده بس نبذة سريعة عن اعراض الكورونا لما تأثر على الجهاز العصبي. طيب احنا حسنا عاوزين ننتقل للجزء الاخير اللي هو عاوزين نتكلم عن إذا كان الإنسان عنده واحدة من أمراض المخ والأعصاب، يعني هو مفروض يعمل شنو في خلال زمن الكورونا دي. نبدأ مثلا، حنمسك أمراض معينة
بنمسك مثلا السكتة الدماغية، الإنسان عنده سكتة دماغية، وزي ما ذكرنا السكتة الدماغية والإنسان بيكون عنده بتجي يا نتيجة لجلطات في الرأس أو نزيف داخل المخ، والإنسان عادة بيتأثر بيكون عنده شلل نصفي في النصف الأيمن أو الأيسر من الجسم، وممكن يكون مصحوب بفقدان للقدرة على الكلام أو الإحساس في الجزء المتأثر. الإنسان إذا هو عنده السكتة الدماغية، طبعا زي ما قلنا الكورونا في ذاتها لو هي جات شديدة ممكن تؤدي لسكتة دماغية مرة تانية. فلازم يعني مهم جدا الإنسان اللي كان عنده سكتة دماغية، لازم احنا يعني حكاية التباعد الاجتماعي ده مهم جدا، وإنه الإنسان يعني يحفظ روحه، وإنه يتأكد إنه الحياة اللي بيستعملها كلها معقمة، وأهله كذلك، يعني إنه ما يعرضوه لإنه يكون يتعرض يعني مثلا لالتهاب عن طريق زول تاني أو كده. الشيء الثاني إنه مرات لو الإنسان جاته كورونا وعنده هو سكتة دماغية، إذا رجعت له الأعراض الزمان نفسها بس بصورة أقل حدة، ممكن ده تكون بس حاجة يعني عرضية نتيجة للإصابة بالحمى، بيقوم الجسم بتصهر الأعراض القديمة تاني. أما إذا جاه الإنسان يعني أعراض في جزء هو ما كان متأثر قبل كده، يعني فقد الحركة في الجزء الأيسر اللي هو كان سليم زمان، دي هنا ده حاجة تانية، وهنا ده حاجة ممكن تتطلب إنه الإنسان يمشي للمستشفى ويشوف الطبيب، لأنه يمكن يكون حصلت يعني سكتة دماغية جديدة أو إصابة جديدة. فدي حاجة مهمة جدا وأنا حبيت أنبه لها. نجي لمرض تاني اللي هو هنذكر مرض الصرع، أو اللي هو عادة ما هو بيظهر بتشنجات. الصرع طبعا مرض ممكن يجي لكل الفئات العمرية، عادة بتجي الإنسان بيكون عنده تشنجات بتختلف أنواعها، لكن بنعالج عادة بأنه الإنسان يعني في معظم الحالات بيضطر الإنسان ياخد له أدوية بتكون بتقلل من التشنجات وبتمنعها أو تقلل احتمال إنها هي تحدث. مرض الصرع في حد نفسه هو ما بيزيد، الإنسان ما بيكون معرض للإصابة الزائدة بسبب الكورونا، وإصابة يعني تكون حرجة أو شديدة، لكن إذا الإنسان لا قدر الله جاته كورونا أو كورونا واللي هي بيكون دائما مصومة معاها حمى وكده، ممكن تحصل له تشنجات، ويمكن في الفترة دي الإنسان يحتاج لزيادة في جرعات الدواء بتاع منع التشنجات، زيادة مؤقتة لحد ما هو يستعيد عافيته إن شاء الله من الكورونا، وبعد ذلك ممكن الإنسان يرجع للجرعة الأساسية. إذا التشنجات طبعا في أنواع كثيرة زي ما قلنا، لكن يعني إذا التشنجات حصلت للإنسان واستمرت لفترة طويلة يعني أكثر من 5 دقائق، أو الإنسان بك تحصل له تشنجات وما استعاد الوعي، هنا دي حالة خطيرة، ولازم الإنسان في الوقت ده يمشي يعني ناس تسوق توديه المستشفى، لأنه هنا ممكن يكون بيحتاج لعلاجات متقدمة ما بتنفع في البيت، يعني ممكن يكون محتاج أدوية خلال الوريد، يحتاج لفحوصات لحاجات تانية. لكن المهم جدا إنه الإنسان المريض اللي عنده الصرع يواصل في علاجاته اللي هي للصرع، ياخدها في مواعيدها، يتجنب يعني السهر او يعني النزول، يقلل من النوم، لازم الانسان يكون يعني ياخذ كفايته من النوم. وزي ما قلنا اذا الزول جاء اي التهاب او اي حمى حتى كورونا، لازم طوال ياخذ يعني يشوف من الطبيب وياخذ علاج المناسب للالتهاب ده، على اساس يقلل احتماليه انه الانسان يعني تجيه تشنجات تاني. أحب أنتقل بعد لمرض ثالث اللي هو الشلل الرعاشي، هو ما يعرف بالباركنسون. الشلل الرعاشي هو مرض عادة بيجي للإنسان يعني في ممكن يكون من العقد السادس أو السابع وما فوق في الحالات العادة، وهو بيأثر على حركة الإنسان، الإنسان بيبقى بطيء جدا في الحركة، الإنسان ممكن تظهر عليه رجفة، وعادة بيبدأ هو في نص من الجسم، يعني النصف الأيمن أو النصف الأيسر، وبيظهر مثلا بشكل رجفة، الحاجة اللي دايما الناس بتلاحظ ده في شكل رجفة، عادة الحاجة اللي بيلاحظها المريض بيكون إنه هو
بيكون عنده في الجزء متأثر بالريح، فده بيكون مثلا حركة فيه بطيئة أو بحس بأنه معسم أو ما قادر يتحكم فيه كويس، وذاته بلاحظ أنه مشيه بطيء جدا. هل المريض ممكن يلاحظ أنه وشه بقى ما فيه ملامح، ما بيعبر يعني سواء كان هو فرحان أو زعلان نفس التعابير، وعادة هو بيتطور خلال يعني سنين كده، بيزداد المرض وبتزداد شدته والأعراض حقته. وعادة الإنسان بنقوم بنديه أدوية بتحاول تعوض نقص مادة بيحصل لها نقص داخل الدماغ، وهي مادة الدوبامين، والإنسان لما ياخذ الدواء ده إن شاء الله يعني بتقوم الحالة بتتحسن شديد. مريض الباركنسون احنا هنا والجمعيات بتاعت الباركنسون بتنصح انه عادة المريض يحاول يحجر نفسه تماما في المنزل، ويعني يتجنب الاختلاط الغير ضروري او يعني مع باقي الناس الخارج منزله يعني، ولانه عادة زي ما قلنا المرض دائما بيجي للانسان في سن متقدم، وبيكون عادة الانسان ممكن غير الباركنسون ممكن يكون عنده اصلا امراض تانية. فإذا يعني لا قدر الله إنسان جاته كورونا ممكن يكون معرض إنه يجيه الالتهاب حاد بصورة شديدة. لما الإنسان يعني يكون عنده باركنسون إذا لا قدر الله بعد ده كله جاته كورونا ممكن الأعراض تزيد شديد بتاعت المرض، الإنسان يعني تزيد الرجفة تصهر تاني إذا كانت مختفية، يقبل مشي يتدهور، يبقى بطيء جدا، يقبل الإنسان عنده مشكلة في الحركة، يمكن الإنسان يحتاج لزيادة في الجرعة لأدوية الباركنسون في الوقت ده. والمهم جدا أن الإنسان يتعالج من الالتهاب، ودي حاجة مهمة جدا 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 يعني بالنسبة لمريض الباركنسون. فعشان كده مريض الباركنسون حتى أهله الناس اللي معاهم في البيت يعني لازم الناس تكون حريصة جدا على أنه ما تطلع برا وما تختلط بالناس، وحتى إذا كان الإنسان مضطر حتى نزول يجي راجع البيت يتبع الإجراءات تاعت أنه يعني يستحمى وغير هدومه ويعقم ويتأكد على أساس أنه نحاول ما ننقل العدوى للمريض بتاع الباركنسون. ده مرض الباركنسون. فديل مثلا يعني اللي هو السكتة الدماغية، والباركنسون دي يمكن أمراض شائعة وممكن منتشرة يعني الناس بتعرفها، لكن في حبيت حس أتكلم عن مرضين تانيين هما يمكن شوية ما معروفين لدى العامة، لكن هما أمراض مهمة جدا وأمراض في نفس الوقت يعني كان المريض أو أهل المريض إذا هو مصاب بها الناس بتكون يعني على دراية بها، وهما أمراض في أساسهم هما أمراض مناعية. يعني لما نذكر مرض مناعي يكون قصدنا أنه الجسم طبعا عندنا الجهاز المناعي مفروض يحمينا من الأمراض ومن الجراثيم ويتعرف عليها ويقضي عليها. مرات الجهاز المناعي لأسباب غير يعني معروفة 100% لليوم أنه الجهاز المناعي بيهاجم أعضاء في جسمنا الداخلية ما مفروض يهاجمها، يعني مثلا ممكن يهاجم المخ، ممكن يهاجم العضلات، ممكن يهاجم الأطراف. ليوم الليلة احنا ما عارفين سبب الحاجة دي شنو. ففي مرض التصلب المتعدد أو ما يعرف بالMS، ده اختصار لإسمه باللغة الإنجليزية، هو مرض مناعي الجسم بيهاجم فيه المخ أو بيهاجم فيه الحبل الشوكي. وعادة الهجمات دي ممكن تحصل على فترات متباعدة في الزمن، وكل مرة ممكن تأثر على منطقة مختلفة في الجهاز العصبي أو في المخ، وبتؤدي لأعراض مختلفة. والحاجة دي احنا بنقوم على أساس انه يعني نقلل الحكاية حدوث الهجمات دي بنقوم بندي الإنسان أدوية تقلل من كده. الأعراض بتختلف على حسب المنطقة اللي تأثرت في الجهاز العصبي، يعني مثلا لو المرض هاجم جهاز العصب المسؤول من العين الإنسان ممكن يفقد البصر فجأة في خلال أسبوع، يلقى نفسه من واحدة من العيون ما بيشوف تماما، ياخذ له تاني 3-4 أسابيع الحالة تتحسن، يمكن يرجع البصر بنسبة 70-80%. بعد فترة تانية يقوم يأثر المرض يعمل هجوم على الحبل الشوكي، يلقى الإنسان النصف الأسفل من جسمه ما قادر يحركه، يعني الكرعين ما يقدر يتحرك، يكون فقد الإحساس تماما، مرات يمكن يفقد التحكم على أعضائه الداخلية يعني على المثانة وكده، فده بتبقى مشكلة دي. مرات ممكن يأثر على مكان التوازن، يبقى الإنسان يفقد القدرة على التوازن، يقح كثير، يأثر على المنطقة المسؤولة من العضلات من الكلام، يقبل كلام الإنسان ما واضح. فدي كلها أعراض بتجي بتمشي وتجي.
المرض بتاع التصلب المتعدد إذا إن إحنا ما تمت علاجه، المريض خلال الفترة دي بيقوم يعني بتزداد الإعاقة تدريجيا، وممكن يؤدي لعطل دائم. فبنقوم بندي إن إحنا أدوية مثبطة للمناعة عشان تظبط الجهاز المناعي، بحيث إنه ما تحصل الهجمات دي على الجهاز العصبي. ففي أدوية كثيرة جدا الناس بتاخدها. أنا يعني بنصح صراحة المريض اللي عنده تصلب متعدد، إذا هو بياخد في واحدة من الأدوية دي، إنه يرجع للطبيب حقه ويتأكد هل هو يواصل فيها أو محتاج يغير. هو القاعدة الأساسية لازم الزول يواصل في الأدوية بتاعته وما يغيرها إلا باستشارة الطبيب، لأنه لو الإنسان بطل الأدوية دي الجهاز المناعي ممكن يقوم ويعمل يحصل انتكاسة كبيرة جدا، ويحصل هجمة تانية على الجهاز العصبي أو الحبل الشوك، تؤدي لإعاقة بتكون كبيرة. فالرسالة المهمة إنه لازم الإنسان يحافظ على الأدوية دي ويواصل عليها، ويرجع للطبيب المستشار حقه وهو متابع معه، ويعرف منه أو منها هو مفروض يعمل شنو في يعني إذا هو يغير أو يواصل ولا كده. الجمعيات العامة بتاعة التصلب المتعدد طلعت لوائح وقوانين واضحة إنه في أدوية، معظم الأدوية ممكن الإنسان يواصل فيها، وفي أدوية بسيطة اللي هي الإنسان مفروض يحول لنوع تاني. فلكن ده كله لازم تحصل تحت إشراف الطبيب أو طبيب المعالجة للإنسان. ممكن الإنسان اللي عنده في واحد ممكن في إنسان في ناس ممكن يكون عندهم التصلب المتعدد، لكن هم كويسين جدا ما محتاجين لأي مرض يسيطر على الجهاز المناعي حقهم، لأنه أصلا جسمهم قدر يعالج الحكاية دي أو يسيطر عليها. فإذا جاته كورونا أو جاته يعني اللي هي معها حمى وكده، عادة بيقوم ممكن تظهر الأعراض القديمة بس بصورة بسيطة. إذا ظهرت الحاجة دي احنا بنقوم طوالي الانسان لازم يراجع الطبيب وياخد علاجه للالتهاب. لما ان شاء الله يتعالج من الالتهاب بيقوم الحالة بتتحسن، وان شاء الله يعني زول بيكون ما جاته انتكاسة. فدي برضو حاجة مهمة جدا يعني. احب بعد ده انتقل للمرض الاخير، واللي هو برضو هو مرض شوية نادر، وهو ما يعرف بمرض الوهن العضلي الشديد، أو ما يعني في ناس بيسموه المايسينيا. وهو مرض برضو مناعي بيأثر على العضلات، أو بالأصح هو بيكون في المنطقة بين بيأثر على الجهاز المناعي، بيهاجم المنطقة الوصلة بين الأعصاب والعضلات، وده بيؤدي لأنه الإنسان بيحصل له ضعف في العضلات. وعادة المرض ممكن يصيب كل الأعمار، يعني في كل يعني ما في عمر ممكن يكون ما يصيبه. وعادة أعراضه الإنسان بيكون كويس جدا في أول اليوم، بأثناء ما اليوم يمشي على وقت الظهر على العصر فجأة ممكن يقوم يحصل له فتور وتعب في العضلات اللي حوالين العين، فتبدأ الجفون تنزل تحت شديد، الإنسان بيكون شكله زي كأنه نحسان أو نايم، أو إنه الإنسان ما يقدر يحرك عيونه بصورة طبيعية، فيبقى بيسهر عليه كأنه عنده حول أو حوظ، أو إنه الإنسان هو ذاته بشوف اتنين اتنين وما بيقدر يشوف كويس. ممكن يأثر على العضلات المسؤولة من يعني حركة الفم واللسان، فيبدأ الإنسان يتكلم كويس بعد فترة يعني أقل من دقيقة يلقى إنه هو ما قادر يتكلم وما في كلام طالع منه، أو صوته بقى ضعيف جداً، اضطر ياخد راحة لمسافة حتى بعد ذاك يقدر يتكلم تاني، أو إنه إذا هو مثلا بياكل أو بيمضغ ما يقدر يتم الوجبة، يحصل له برضو تعب وفتور، ويضطر ياخد فترة إنه على أساس إنه يستعيد طاقته وكده. فهو مرض كل ما الإنسان استخدم عضلاته كل ما بيزيد الفتور والتعب، وممكن في حالات يتطور ويعني بيكون بيأثر على الأجهزة الثانية أو العضلات في الجهاز التنفسي. فيلا هو عشان المرض سببه مناعي بنقوم العلاج له، ونحن بندي أدوية برضو تثبط الجهاز بتاع المناعة وتقلل من شغله، بحيث إنه هو نحاول نصل لتوازن بينه الجهاز المناعي ما يهاجم لنا عضلاتنا والمناطق اللي هو اللي بيهاجمها بتؤدي للمرض ده، وفي نفس الوقت إنه ما يعني الإنسان بيكون داير إنه ما تحصل التهابات. فمهم جدا مريض الوهن العضلي الشديد أو المايسينيا إنه يواصل في الأدوية بتاعته
برضو بتاعة المناعة إذا هو يعني كاتبين عليه. في أدوية كثيرة، المعروف أكتر واحد اللي هو ما يعرف بالكورتيزون أو البريدنيسولون، هو نوع من الكورتيزون، وفي أدوية تانية. فمهم جدا جدا أن الإنسان يواصف الأدوية دي، يعني الإنسان ما يقوم يبطلها خوف من أنه هيجيه كورونا أو كده، بالعكس، لأنه يعني الزول إذا الزول بطل الأدوية دي وقام حصلت انتكاسة، ممكن الوهن التعب بتاع العضلات ده يعني يصيب العضلات المسؤولة من التنفس أو العضلات المسؤولة من البلع، وده ممكن يؤدي لمشاكل في التنفس أو التهاب يعني حاد في الرئة. فدي دي دي حاجة مهمة جدا عندنا، فلازم الإنسان يواصل في الأدوية بتاعته ويتجنب تماما يعني إنه يطلع برا البيت أو إنه يلاقي ناس من برا البيت، وحتى أهل بيتهم يعني برضو مفروض إنه هم يأخذوا حذرهم إنه ما يحوموا ساي ويطلعوا ويقوم يعني يعرض الإنسان ده برضو لمشكلة ويجيبوا له المرض يعني. فدي حاجة مهمة جدا. والإنسان إذا لا قدر الله جاته أعراض حمى أو كورونا واشتبه إنه عنده كورونا، بعد ذاك على حسب هو الأعراض اللي ظهرت له. إذا كان أعراض بسيطة بس يعني مؤثرة مثلا على مثلا الجفون او حاسس انه شويه كده ما قادر يرفع عيونه او يفتحها كويس، لازم برضه ياخذ علاج للالتهاب وان شاء الله بيبقى كويس. لكن لو الاعراض دي تطورت لانه الانسان بقى حاسس انه فقد القدره على انه يتحكم في البلع او انه بادي نفسه يتعب، او يعني في ناس ثانيين مثلا بيحصل لهم تعب انه ما بيكون قادر يرفع راسه، يعني زي الراس عضلات الرقبه بتتعب، فالانسان راسه بيقع لتحت بيكون كده نازل تحت، وهو عشان يرفعه الا يرفعه بيدينه او يرفعه له زول، هو ما بيقدر يرفعه برا. دي اعراض خطيره هنا في الحاله دي، ولازم الانسان يمشي ويراجع الطبيب المعالج ليه، لانه يمكن هنا اضطر انه يرقد يعني مستشفى ويدوه علاجات متطوره يعني ويحصل له دعم للجهاز التنفسي. ف دي يعني بس صراحة ده كان كلام تقريبا يعني هو موجز وسريع، لكن عن الأمراض دي. وكده أنا بكون يعني وصلت لآخر حياة الدائرة أقولها، ممكن بعد ده نبدأ نشوف الأسئلة ونحاول نجاوب عليها. طيب، في أسئلة هنا عن في إنسان سأل من هل ممكن نتكلم عن الـ ALS. الـ ALS ده هو ده مرض تاني أنا ما ذكرته الليلة، ده مرض بي يعني نحن اليوم الليلة ما توفقنا فإنه نلقى لنا له علاج، لكن هو مرض بيحصل فيه ضمور في الخلايا العصبية المسؤولة، يعني بتكون في الحبل الشوكي ومسؤولة إن هي تغذي الأعصاب في الأطراف في الأقدام وفي الأرجل، وممكن بعدها تصل الأعصاب برضو مسؤولة من حركة يعني الفم واللسان والبلع. وهو مرض تدريجيا خلال الزمن بيحصل ضمور يعني في العضلات دي أو في الأعصاب دي، وبتؤدي لضعف في العضلات وفي الأطراف ويمكن حتى في البلع وفي الكلام. اليوم الليلة للأسف ما وجدنا له علاج، لكن بنقدر يعني الناس تحاول بتساعد الإنسان إنه يقدر يتعايش مع المرض ده ويقلل من حدة الأعراض. طبعا الإنسان إذا عنده مرض الـ ALS ده أو هو بيسمى برضو الضمور برضو يعني نوع من التصلب، فده مهم جدا أن المريض ده يكون يعني في الحجر المنزلي في البيت، ده تماما المفروض ما يطلع برا، ولا يعني المفروض أهله ذاته يحاولوا إنه يخلوه يحتك بزول من برا أو كلام بالشكل زي ده، والناس تأخذ حذرها تماما، لأنه لو لا قدر الله أصيب بالمرض ممكن يتعب شديد جدا، يجيب التهاب حاد جدا في الرئة، وعضلاته اللي بتساعد على التنفس تتعب شديد، ودي ممكن تكون حالة خطيرة، يعني ممكن تؤدي يعني في بعض الحالات ممكن تؤدي لل يعني الإنسان للوفاة وكده. فنحن يعني مريض الـ ALS ده لازم هو يعمل حسابه وأهله يعملوا حسابه برضو معه. الـ MS هل هو الباركنسون؟ لا لا، الـ MS هو ما هو الباركنسون، هما أمراض مختلفة. الباركنسون أو الشلل الرعاشي هو مرض بيجي نتيجة لضمور لبعض الخلايا في المخ مسؤولة من إنه توزن حركتنا.
بتكون في مادة معينة بنسميها الدوبامين، دي بتنقص، والمادة دي لما تنقص الإنسان بيصاب ببطء شديد في الحركة زي ما قلنا، وبيصاب برجفة، وممكن لما يتطور لمراحل زيادة يأثر على القدرة على الذاكرة، أو على يعني ممكن يؤدي لأعراض تانية كثيرة. بالنسبة للـ MS هو مرض مناعي زي ما قلنا، يعني مرض الجسم بيقوم بيهاجم المناعة بتاعت الجسم، الخلايا بتاعت الجسم بتهاجم مناطق في المخ، وبتهاجم برضه مناطق في الحبل الشوكي، وبتقوم بتأدي لضرر في المناطق دي، وبتقوم على حسب الحتة اللي هي تم الهجوم عليها بتظهر الأعراض. فبنقوم بندي أدوية بتحاول تقلل من الإصابة بـ يعني الجهاز المناعي يقوم بالهجمات دي. وإن شاء الله معظم الناس إن شاء الله، يعني الأدوية هنا اتطورت شديد صراحة في مجال موضوع الـ MS ده والتصلب المتعدد، والعلاج حقه حس اختلف تماما من العلاج قبل يعني حتى 10 سنين. يعني بقت الأدوية متطورة جدا، وفي علاجات عالية الكفاءة، وحتى أعراضها الجانبية خفت شديد. فده يعني مرض مختلف. هو في تاني أسئلة بتتكلم عن في إنسان، في زول أو يعني مريض إن شاء الله ربنا يعافيه، عنده صداع من فترة طويلة وكل الدكاترة بياخد مسكنات وحقن، هل في مشكلة في الرأس؟ الصداع زي ما قلت معظم أنواع الصداع يعني في غالبها بنسبة يعني نسبة كبيرة جدا هي بتكون يعني ما نتيجة لمشكلة، يعني مشكلة في الرأس. طبعا أنا على حسب إذا فهمت، هل يعني في ناس طبعا أكثر ناس بيخافوا لما الزول يكون عنده صداع، إنه هل يعني الإنسان لما يجي للطبيب بيكون في ناس كثار خايفين إنه هل الزول ده عنده ورم في الرأس لا قدر الله، أو عنده حاجة يعني بالشكل، دائما الناس بتكون خايفة من الحاجة دي. وفي معظم الحالات، في معظم الحالات الإنسان ما بيكون عنده حاجة بالشكل ده. معظم أكتر نوع يعني من الصداع الشائع هو الصداع النصفي، أو ما يسمى بالشقيقة زي ما قلنا، وهو صداع منتشر جدا، عادة بيبدأ مع الإنسان من يعني يكون عمره في العقد الثاني كده، ممكن يواصل لحد الخمسينات ستينات أو يعني في الأعمار دي، لكن هو دايما الإنسان بيختلف على حسب الصداع ممكن يجي وين، لكن دايما هو الحاجة اللي فيه إنه الإنسان بيكون عنده صداع شديد، بزيل بينتح، ممكن يكون في مقدمة الرأس، أو ممكن في الجانب الأيمن أو الأيسر، أو في مؤخرة الرأس، ويكون ممكن مصحوب بحساسية للحاجات اللي حوالين الإنسان. يعني الإنسان بيبقى ما بيستحمل الأضواء، تلقاه قفل الأنوار، قفل الشبابيك، ظلم الأوضة تماما، إذا في أي تلفزيون شغال، تلفون شغال، راديو شغال، بيقفل الأصوات، بيطلب من الناس إنه ما يتكلموا، إنه يكون في هدوء تام. الإنسان ما بيقدر يتحرك، بتكون الحركة بتتعبه شديد، بيبدأ يقعد مكانه، بحاول إنه يرقد. مرات ممكن الحكاية تتطور والإنسان يكون عنده طمام، أو حتى يصل لدرجة إنه يطرش. في الحالة دي برضه بينزوج، يعني ندي المريض دايما أدوية للطمام وكده. وحتى فده ده ده الصداع يعني ده أكتر نوع من الصداع هو منتشر. وحتى مرات الإنسان لا إلا إن يجري معه أدوية مختلفة، وفي أدوية فيه على أساس إنه الزول يعالج الصداع في لحظته، وفي أدوية وقائية على أساس إنه الإنسان تاني ما يجي الصداع. وده بيعتمد، بيختلف من إنسان لإنسان، على يعني كل ما إذا الإنسان كان بيجي الصداع لفترة طويلة إنه ممكن بيحتاج لدواء وقائي. أتمنى أكون جاوبت السؤال ده بالحق، يعني أو جاوبت على الزول السائل زي ما هو داير. كيف نخفف من ألم العصب في الرجلين من فوق لتحت نتيجة الغضروف؟ وطبعا ألم الأعصاب اللي هي نتيجة الغضروف، في أدوية بيعتمد على حسب يعني الضغطة بتاعت الغضروف أو كده، لكن عادة بيكون في أدوية معينة الناس بتديها، وفي مصحوب يمكن بتمارين بتكون بنعتمد فيها برضو من علينا زملائنا الأخصائيين بتاعنا العلاج الطبيعي، بيدوا المريض تمارين معينة، وفي أدوية الإنسان بيأخدها. وبعد ذاك إذا الحالة محتاجة تدخل جراحة أو لا، طبعا دي بترجع
لأنه الطبيب الجراح سواء كان الجراح السلسلة الفقرية أو جراح المخ والأعصاب إذا بيحدد هل الإنسان بيحتاج للحكاية دي ولا لا. الحمى هل تؤثر على الأعصاب؟ الحمى في حد ذاتها، يعني لو مثلا الإنسان عنده يعني مثلا نقول التهاب في الأعصاب الطرفية، عادة الإنسان جاته حمى يعني ما بتغير شديد او ما بتاثر، على حسب نوع الالتهاب. يعني احنا بيفرق طبعا من التهاب لالتهاب، في التهابات الاعصاب في انواع مختلفه. لكن عموما اذا الانسان عنده كان مرض تبع المخ والاعصاب وجاته حمى، دائما المرض ده ممكن يرجع تاني او يظهر تاني. يعني بمعنى مثلا اذا كان الانسان زي ما قلنا عنده سكته دماغيه وكان عنده شلل زمان في الجزء الايمن من جسمه، جاته حمى او جاه التهاب، ممكن يقوم الاعراض دي تاني ترجع ويحس انه تاني زي التقل جاء في الجزء الايمن او كده والحكايه. ففينا في الحاله دي لازم الانسان، حتى في ناس كتار بيمشوا المستشفى كانه عنده سكته دماغيه جديده، ونعمل الفحوصات ويكون ما عنده سكته دماغيه لكن بيكون عنده التهاب، بياخذ علاج الالتهاب والانسان بيرجع تاني زي ما كان. تاني هنا في أسئلة، زول بيسأل عن الأورثوستاتيك تريمر اللي هي دي نوع من الرجفة بتظهر بتكون دايما في القدمين ودايما بتظهر للإنسان وهو واقف. يعني يمكن هو اليوم اللي في نقاش زي ما بيقولوا بوسط في الحقل الطبي، لكن لو الناس كانت متابعة في الأخبار تقريبا قبل سنة تقريبا العام الماضي كان إنه حصلت رجفة ل واحدة من الزعماء المعروفين يعني في واحدة الدول الأوروبية أثناء ما إلقاء النشيد العلم أو التحية العامة، وكان بظهرت رجفة شديدة جدا في الجسم. هو مرض يعني الإنسان بيكون بيصهر له الرجفة دي لما هو يكون واقف وما متحرك، يعني مثلا زول واقف في صف أو واقف كده يعني ما متحرك، بتقوم بتحصل الرجفة. أول ما الإنسان يبدأ يتحرك بتخيف منه. و فهي المرض هو لو احنا في زمن الكورونا هنا هو ما يعني ما زي الباركنسون، وما مرض يعني بيأثر على المناعة والإنسان بيخاف إنه يتطور أو كده. في تاني زول سأل نتكلم عن الزهايمر. الزهايمر طبعا هو مرض يعني هو يعني زي ما نقوله المرض بيؤدي لفقدان الذاكرة، في أنواع كثيرة جدا من الفقدان الذاكرة، أو واحدة منها أشهرها هو الزهايمر اللي هو مرض بيؤدي لفقدان الذاكرة التدريجي، وبيبدأ عن الإنسان دائما هو بيبدأ بالراحة وشوية شوية بيزيد خلال يعني مع السنين، بيأثر على الذاكرة. وعادة يعني مريض الزهايمر طبعا في زمن الكورونا يعني إذا زول عنده زهايمر يعني عادة بيكون الإنسان متقدم في السن، ممكن يكون كان عنده أمراض تانية مصاحبة لكده، يعني يكون عنده ضغط شديد، يكون عنده سكري، يكون عنده مشاكل في القلب، ضيق في الشرايين. فديل نحن بنعتبرهم اللي هي الفئات اللي يعني اللي هي بتكون حساسة شوية، يعني زول بيخاف عليهم انه يجيب المرض بتاع الكورونا، لانه لو اصابهم ممكن يأثر الانسان يعني بيبقى مشوش تماما، الفقدان الذاكرة ممكن يبقى رهيب جدا، الانسان هو ما حتى ما يعرف يعني اهله وناسه منه، وفي نفس الوقت بيتعب تعب شديد ممكن يأثر عليهم يعني لدرجة انه يأثر على الجهاز التنفسي ويضطر انه يرقد مستشفى وكده. وطبعا دي بتكون مشكلة كبيرة يعني صراحة. هل الصداع النصفي ممكن يسبب تشنجات؟ لا، الصداع النصفي بنفسه يعني في روحه ما بيؤدي للتشنجات، دي واحدة ما من أعراضه. وإذا كان في إنسان عنده صداع نصفي وجاءه صداع مصحوب بتشنجات، ده ما صداع نصفي، أو في الحالة دي حاجة تانية، ولازم هنا الإنسان يراجع الطبيب ولازم يمشي للمستشفى، لأنه هنا ده بنسميه ونحن نوع الصداع اللي بيكون ناتج نتيجة لمرض تاني، سواء كان مختلف نوع المرض، ممكن يكون نزيف في الدماغ، ممكن يكون التهاب بتاع سحائية والتهاب في الدماغ، لكن في يعني الصداع النصفي ما مفروض يؤدي لتشنجات. فإذا في زول عنده صداع نصفي وجاته تشنجات، ما يعني ما لازم يراجع الطبيب ولازم يمشي للمستشفى ويعرف سبب الحاجة دي شنو. في أسئلة هنا، سؤال انه ايوه في افتكر والد او يعني زول بيسأل عن طفلهم عنده
نوع من التشنجات اللي هي وهي تماما تحت يعني الحمد لله حاصل كويس، ما في اعراض حاصله، وما عندنا تشنجات حصلت لها فتره سنه ونص. لا ما يعني هو افتكر، لا الانسان يعيش حياته عادي، ما يعني اذا كان الطفل ده هو ما محتاجين يعني يكون في انه يتعزل من الناس او كده، هو ممكن اذا هو قاعدين في البيت، الناس قاعدين في البيت يقعد عادي، يحبس انه اذا هو بس جاته اي اعراض بتاعت التهاب او حمى او كده، انه لازم في الحاله دي زول يراجع الطبيب حقه على اساس انه اذا ياخذ علاج للحمى او الالتهابات دي، قبل ما انه لو الالتهابات دي اذا اتطورت ممكن تؤدي تاني للتشنجات. الانسان يواصل في ادويته اذا هو الطفل محتاج للادويه عادي جدا، لكن ما محتاج انه يعني يكون في عليه انه زول يمسكه او حاجه بالشكل ده. في تاني سؤال، هل في علاقة بين التهاب الكورونا والتهاب العصب الخامس أو العصب السابع؟ في صراحة في التهابات ظهرت، العصب الخامس ما تم ذكره، في حالات ظهرت للأعصاب الثانية اللي هي مسؤولة من حركة العين، وأنا صراحة ما بتخيل لو إن ممكن تكون حالات بسيطة جدا تم ذكرها صراحة، لكن أنا شخصيا حتى مرت علي حالة يعني مريضة جات وكان عندها كورونا، لكن هي أصلا إجابة المستشفى كان إنه فقدت القدرة إنها تحرك عيونها، يعني بقت إنه بتشوف اتنين اتنين، وبعدين عيونها واحدة فيهم بقت نازلة شديد جدا كده، الجفن نازل خالص، وهي اصلا كان عندها نوع من التهاب في الاعصاب الطرفيه، غير يعني دي ما كانت عندها الاعراض دي تماما. وصادف انه هو كان عندها حمى وقحة، فلما فحصنا طلع انه عندها الكورونا، وفعلا هي لما الكورونا راحت منها الاعراض دي كلها اختفت تماما، فاللي هي كانت الاعراض في الالتهاب في الاعصاب حوالين العيون. ف صراحة اليوم الليلة ما يعني ما سمعت أنا إنه بيأثر على العصب الخامس أو السابع، لكن زي ما قلت ده يعني لسه الناس بتبحث في الموضوع ده، وهي حاجة الناس تخلي بالها ليها، لأنه ممكن يعني أنا ما أتخلي، لو ظهرت تقارير إنه في حالات جاد بالتهاب في الأعصاب دي وكان تم تشخيصها بإنه كان عندها كورونا. في سؤال هنا عن إنه أسباب مرض الزهايمر شنو؟ أسباب مرض الزهايمر صراحة اليوم الليلة هو يعني يمكن برضو هذا برضو مجال فيه بحوث كثيرة جدا حاصلة، وهو يعني فيه عوامل كثيرة بتأدي، لكن واحدة يعني أكتر حاجة الناس لاحظتها طبعا في عامل بتاع تقدم السن الشديد. الحاجة الثانية إذا يعني الإنسان إذا كان عنده مثلا ضغط أو سكري أو حاجة، لازم إنه يكون الناس تتأكد إنه تعالج معالجة كويسة، لأنه دي هي ممكن تساعد في إنه تطور إنه الإنسان يعني يحصل له زهايمر. الحاجة الأخيرة إنه في أنواع معينة من المواد بيحصل لها ترسب داخل الخلايا في الدماغ وفي مناطق الذاكرة، وبتقوم بتأدي لأنه المناطق دي ما تشتغل بشكل طبيعي في المخ، والحكاية دي بمرور الزمن بتزيد الترسبات دي، وبتأدي لأنه الإنسان يعني يفقد الذاكرة. وفي أنواع كثيرة جدا زي ما قلنا من يعني الزهايمر هو بس أكتر نوع معروف من أنواع فقدان الذاكرة، أو يعني زي ما بيقولوا يعني الناس بيقول لك في السودان الزول خرف أو كده، لكن في انواع مختلفه جدا، لكن الزهايمر هو اكتر. فزي ما قلنا اليوم الليله في بحوث كثيره ماشيه فيه، وانه تحاول تعرف بالضبط هو الحاجات اللي بتأدي له شنو، وعلى اساس الناس تقلل منها. لكن يعني الحاجات الناس لقيتها انه يهز ولا اذا بيدخن يبطل التدخين، الناس تكون متحركه، يكون في نوع من النشاط، معالجة الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول وحياه زي دي كلها بتساعد انه ان شاء الله تقلل من المشاكل دي. في اسئله، في واحد بيسال من الخدران في الراس والتنميل. طبعا ده الخدران في الراس والتنميل
يعني بيفرق، لازم الزول طبعا يعرف هو الاعراض كلها شنو فيها طول اللحظه، لكن في حاجات كثيره بتحصل ممكن تؤدي للزول يكون عنده تخدير في الراس والتنمير، بس بتفرق من حاله لحاله، ولازم الزول عشان يقدر يعرف هي سبب شنو انه يعرف يحاول القصه كلها. هل هنالك علاقه التذكر والنسيان بمرض الزهايمر؟ ايوه طبعا، يعني في بيفرق، يعني انت يعني في نوع من النسيان بيحصل ما لانه الزول عنده زهايمر او ما لانه الزول يعني عنده بادي يبدا خريف مثلا، يعني في حاجات بتحصل لانه الزول ما كان ركز كويس في الحاجه، يعني مثلا الزول جه داخل البيت خدت المفتاح في حته معينه او بعد فتره بيجي يفتش على مفتاح البيت او ما عارف المفتاح وين او المحفظه وين او التلفون وين، ممكن يقعد يفتش كده بعد شوي بيقوم بيلقاه، ده يعني ده ما زول انه هو يعني عنده زهايمر او خرب، الزول اللي بيكون دي بس هو زول ما ركز، يعني هنا الانسان هو ما ركز او لما كان عمل الحاجه يعني مثلا ما خدت المفتاح وخدت المحفظه بس ما كان مركز بالضبط خدتها وين، لكن مريض الزهايمر هو بيكون بيبدا انه بينسى حاجه هو اصلا كان بيعملها عادي جدا وما عارف الحاجه حسه بيجي يعملها كيف، يعني مثلا يكون الزول مثلا بيحضر في التلفزيون يبقى بيقول لك والله انا ما عارف افتح التلفزيون كيف، ما عارف استخدم الريموت، او ما عارف يعمل مثلا لو هو زول بيحب كان مثلا يكتب، ما يقول لك والله يا انا يعني مثلا جيت ما عارف الحاجه اللي كتبتها دي انا كتبتها عن شنو، او نسيت مثلا كتاب انا كتبته او حاجات زي دي، او انه بيبدا ينسى حاجات تكون حصلت اثناء اليوم، يعني يكون مثلا الإنسان فطر بشنو يجي وقت الغداء تسأله يكون مثلا هو ما عارف إنه هو والله يقول لك ما متذكر أنا أكلت شنو ذاتي، ودائما بتلقى الزول اللي عنده زهايمر لما تسأله دائما واحدة من الحاجات اللي بتظهر إنه هو بتوري إنه الإنسان بعد ينسى، إنه دائما لما يجي يجاوب بيكون معتمد على وجود زول من أهله والقرايب وإنه يطمنه الإجابة السعرة صح، يعني مثلا تقول له هلا أنت الليلة جيتنا كيف، يقوم بيعاين مثلا لقريبه يقول لك والله جيت بالبص، يكون بعين داير انه يلقى اشاره من الزول الجامعه وانه هو راه جينا بالعربيه او كده، فالهو بيبدا ينسى التفاصيل البسيطه اثناء حقه اليوم دي حاجه مثلا دي، يعني هنا ممكن يكون دي العلاقه. في تاني زول انسان افتكر سالنا عن الاسينشال تريمر، الاسينشال تريمر هو نوع من الرجفات بتحصل عاده في اليدين وممكن يكون في عامل وراثي او ممكن تظهر للزول بدون وراثه، لكن ممكن تكون هي عامل وراثي، ودائما الرجفه هنا بتحصل للزول اثناء ما هو بيستخدم يدينه، يعني مثلا الواحد هو قاعد سايب بتكون اليدين كويسه ما في مشاكل، لكن اول ما يقوم يمسك كوبايه او يمسك مثلا قلم او حاجه يبدا يكتب تلقى الكتابه بقت ملخبطه شديد في شخبطه كثيره، لو هو ماسك كوباية ممكن الشاي أو الحاجة في الكوباية دي تكشح في الزول، لو الزول داير يأكل برضو بتبقى إنه يده بترجف شديد وممكن الأكل يقع منه عليه، وممكن تبقى صراحة الرجفة دي تأثر على الزول بطريقة شديدة، يعني يبقى حتى الحاجات البسيطة اللي هو إحنا يعني الزول فينا بيعملها بدون ما يفكر يبقى هو ما قادر يعمل، يعني إلا يضطر إنه مثلا واحد من ناس بيته يأكله أو واحد من ناس بيته يشربه أو كلام بالشكل ده، طبعا ممكن يكون حاجة بتضايق شديد جدا، يعني الحاجة دي الإنسان يمكن كتابته تبقى ما مقروءة تماما حتى تدخل، يعني زول يبقى في مشكلة إنه مثلا داري يوقع مستندات قانونية أو حاجات بالشكل ده ما يقدر يعملها، لأنه هو لما يجي يكتب بقى الخط ما مقروء أول هنا. فالإسينشال تريمر هو مرض وعندنا له يعني أدوية كثيرة بنختلف بالناس بتاخدها، في الحالة دي يعني الإنسان بنفروض يراجع على الطبيب وبياخد على حسب الأدوية في كم دواء، إذا ما نجحت حديثا بيقى في مراكز معينة، إذا الإعاقة بقت شديدة ممكن الزول بيحتاج لنوع من العمليات في الدماغ وممكن تؤدي للعلاج يعني إن شاء الله. في تاني سؤال، هل مرض اللي هو الفرق بين الالتهاب بتاع في التهاب فيروسي في المخ وبين الالتهاب البكتيري الاستحائي، الفرق بين الاعراض بيناتهم شنو؟ طيب هما الاثنين قريبين جدا لبعض، يمكن في اختلافات بسيطه بيناتهم، لكن
الحاجة اللي بتجمع الحاجة اللي يمكن بتفرق بيناتهم، اللي هو عادة الزول اللي بيكون عنده التهاب السحائف في المخ البكتيري ده، بتكون عادة درجة الوعي حقته يعني لسه وعيه بيكون محافظ عليه، ما بيكون بدأ يعني يقول كلام ما مفهوم أو إنه بدأ يلخبط أو كده. دي يعني دايما الإنسان هو بيكون عادة بيشكي من صداع شديد وألم شديد جدا في الرقبة، وممكن يكون عنده حساسية للضوء، وممكن يتطور شوية وبعد ذاك يجيه طمام وحاجات بالشكل ده. عادة الالتهاب الزول بيكون عنده التهاب فيروسي في ال بيكون مع مصحوب بالحمى طبعا. الالتهاب السحائي الزول عنده التهاب فيروسي في المخ عادة بيكون عنده ممكن الصداع، لكن بيجيه تشنجات، ودائما برضه اللي بيحصل انه الانسان بيبدا درجة الوعي بتقل وبتقل جدا، وبعد ذلك يبدا ما يركز وبيقول كلام شويه ملخبط وكده. ولما الانسان برضو يعني الزول يكشف عليه ممكن في علامات برضو الزول بيلقاها بتختلف بيناتهم الاثنين، لكن الاثنين لما الحاله تتطور صراحه بيبقى صعب جدا ان الانسان يفرق بيناتهم. عشان كده يعني حتى احنا في المستشفيات لما نيجي المريض راقد في المستشفى ومشتبه في واحد فيهم بنديه العلاج ليهم الاثنين في الاول، لانه لحد ما الفحوصات توضح لنا هو ديت واحد فيهم، لانه يعني احنا لازم الانسان اللي عنده واحد من الامراض دي لازم انه يتعالج باسرع فرصه، على اساس انه الحكايه دي تقلل انه ما يحصل دامج او يعني ضرر دائم في المخ. في سؤال تاني، هل عرق النساء ممكن الشفاء من اللي هو عرق النساء؟ هو هنا الناس بترمز له يعني في عصب بيجي نازل يعني من اسفل السلسله الفقريه وبيكون الضغط عليه، بيتم طبعا على حسب الحاله، وافتكر يعني حالات كثيره الناس بيتم العلاج، معظم الحالات الناس بيتم العلاج منها، سواء كان بتمارين زي ما قلنا رياضيه بيساعدوا فيها زملائنا اخصائيين العلاج الطبيعي، او انه الانسان بياخذ ادويه، وفي حالات بسيطه ممكن تحتاج لتدخل جراحي. طيب في سؤال، ما أسباب نوم كثير وألم في المثانة لامرأة في عمر 50 سنة؟ طبعا النوم الكثير طبعا ده برضو دي واحدة من الأمراض، أمراض النوم أو يعني طب النوم ده برضو واحدة من المجالات اللي يمكن برضو بتتعالج في مجال المخ والأعصاب، وهو ده تخصص يعني تعتبر تخصص دقيق لذاته في المجال. في أسباب كثيرة بتؤدي للإنسان ممكن ينوم كثير، في أسباب ممكن يكون عندها علاقة بالمخ والأعصاب، ممكن في أسباب عندها علاقة بأمراض ممكن تكون في الجهاز التنفسي، فبتفرق هنا لازم الزول يراجع المريض ويعرف. لما المثانة عادة يعني امرأة عمرها 50 أكثر سبب بيكون ممكن يكون التهابات البول، ولازم الواحد يتأكد من الحاجة دي بالذات إذا كان الزول عنده حرارة في البول أو كده، ده بتأدي، وبالذات الزول ممكن إذا الزول كان عنده التهاب في البول وكده وممكن تأدي لأن الزول يكون مدروخ أو ما واعي وكده، فممكن تأدي لنوم كثير. لكن أنا الشيء اللي بنصح به المريض أو السائل ده إنه لازم يعني راجع الطبيب في الحالات ويعرف على أساس إنه ممكن ما ضروري يكون السببين مجتمعين مع بعض. في سؤال تاني عن فيتامين B12 هو أو B12 هو واحد من الفيتامينات، هل يفيد في حالة الخدران والتنميل لزول ما بيعاني من ضغط وسكري؟ الفيتامين B12 ده هو فيتامين مهم جدا للأعصاب، وإذا الإنسان هو عنده أعراض معينة، إذا الإنسان فاقد للفيتامين ده بيقوم ممكن يأثر فعلا على الأعصاب بتاعة الإحساس في الحبل الشوكي وفي الأعصاب الطرفية، وبيؤدي لنوع من فعلا التنميل والخدير، والإنسان ممكن يفقد التوازن وكلام بالشكل ده. لكن الزول ما بينصح إن الزول ياخده ساي يعني بدون ما إنه أول شيء الزول يتم كشف عليه بواسطة الطبيب بيعرف المرض ويتأكد إنه ويتم الفحوصات ويلقى فعلا إنه الإنسان ده هو ناقص له. في أسباب كثيرة ممكن تؤدي لنقص الفيتامين ده، في جزء منها بيتعلق بالأكل وفي جزء منها بيتعلق بسوء الامتصاص أو الهضم، لكن يعني الزول هو بيفيد إذا كان الإنسان سبب التنميل أو التخدير هو نقص للفيتامين ده.
وانه الاعراض تكون مناسبه في الحاله دي. فعموما اذا الانسان هو ناقص عنده لو اخذ ممكن يساعد في انه يعالج الحاله دي، لكن لازم في الاول الزول يتاكد انه الاعراض اللي بيشكي منها الزول ده او المريض مطابقه للحالات اللي احنا بنتوقعها لما الزول يكون عنده نقص الفيتامين B12. تاني في اسئله هنا، في انسان بيسأل من عنده من انخفاض انا ما عارف هل يعني قصده انخفاض في ضغط الدم ولا شنو، لكن بيشعر ببرودة ودوخة في الراس، ما هو السبب والعلاج؟ زي ما قلنا عادة يعني في حاجات كتير بتحصل للإنسان بيكون فيها دوخة في الراس أو تنميل أو كده، دي بتعتمد حسب كل المشاكل اللي عند الإنسان والأعراض باقية الأعراض. في حالات كتيرة جدا صراحة بعد ما نشوف الزول بيطلع إنها سببها نوع من أنواع الصداع، وغالبا ممكن تكون بيختلف من زول لزول، لكن هو في ناس بيكون كتير عندهم صداع اللي بنقول عليه النصف أو الشغيغة، لكن بتكون متطورة شوية فبتحتاج لعلاج. لكن الحال لازم الزول إنه يشوف الزول ويقدر أو يعرف الأعراض بالذات ويكشف على الزول ويعرف هل الموضوع ده موافق للحاجة دي ولا ده حاجة سببها تاني. في واحد هنا قال كنت بعاني من صداع يوميا وما بيروح الا بالمسكنات، وقابلت الدكتور وقال له ده تنشن هيدك، واداه مسكنات لمده اسبوعين وتعافى الحمد لله. ومجرد ما هو يتعرض لضغوط او مجهود بيرجع في المسكنات، اللي استمر في المسكنات. يلا طبعا التنشن هيدك هو في حد نفسه المفروض يكون عبارة عن صداع بسيط جدا، ومفروض يكون بيروح بالبنادول العادي ده اللي هو الحبتين الزول بياخدها، المفروض يكون بيروح وبيزول تماما. في وعادة كل أنواع الصداع بالذات التنشن هيديك وهو وحتى الصداع النصفي لو الزول اتعرض لأي ضغوط أو مجهود ممكن يرجع. وحتى يعني في وسط الأخصائيين بتاع المخ والأعصاب بالذات المهتمين بعلم الصداع أو أمراض الصداع، في ناس بيعتبروا انه التنشن هيديك ده يعني في ناس بيقول لك والله هو ده عباره عن نوع خفيف من الصداع النصفي او من الشقيقه، فبيتم معالجته بنفس الطريقه. فبيعتمد على حسب الحاله دي بتحصل كتير. يعني احنا القواعد العالميه بتقول اذا الانسان بيجيه صداع بيعطل الانسان عن الشغل او عن ممارسه حياته الطبيعيه، والصداع ده ممكن يتكرر ما يعادل يعني في خلال الشهر اكثر من 15 يوم، الحاجة دي ممكن يعني بنضطر ندي الزول لأدوية وقائية. فبيعتمد والله على حسب صاحب السؤال. إذا الحكاية دي استمرت يعني إذا حكاية بتحصل للزول كتير ممكن يواصل في الأدوية. إذا الحكاية دي حاجة يعني عارضية بتحصل مرة كل شهرين أو ثلاثة، يمكن الإنسان ما بيحتاج يواصل في المسكنات على المدى الطويل، بس وقت اللزوم ياخد علاج الصداع العادي وإن شاء الله ما يحصل حاجة تانية. الحاجة برضو سؤال أخير هنا، في إنسان بيتكلم عن السؤال عن علاج التهاب العصب السابع وجرعة الكورتيزون كم. العصب السابع طبعا هنا في أنواع كثيرة بتؤدي لالتهاب العصب السابع. انا افتكر هو السائل هنا بيسال عن التهاب العصب السابع اللي هو بيحصل لسبب احنا بنكون ما عارف انه حاصل ليه، او يعني بنعتبر انه بس حصل لسبب غير معروف وبس ده هو التهاب بس في العصب السابع، ما حاصل مثلا نتيجه لالتهاب فيروسي تاني او نتيجه لنوع تاني من الامراض او من حاجه تاني مؤديه له. يعني النوع ده في كمية بتختلف القواعد العالمية في علاجه، لكن في قاعدة متبعة يعني هنا في بريطانيا إنه الإنسان بياخد 60 ملغرام من دواء الكورتيزون أو البريدنسولون ده وبواصل فيه لمدة 10 يوم، وبعد ذاك الإنسان بيوقفه. لكن زي ما قلت ده هنا أنا بنتكلم عن نوع معين من التهاب للعصب السابع، وده بكون حاصل فراغ بدون أي سبب واضح مؤدي له. فلازم يعني قبل ما الإنسان ياخد يعني العلاج لازم يكون راجع طبيبه عشان يوريه الحياة دي. وطبعا بعد ذاك برضو الحياة الناس بتنصح بها إنه الزول يكون أثناء النوم الجزء المشلول من الوجه إنه يتم تغطية العين بالليل
سواء كان بقطعة أو بحاجة إنه أو إن شاء الله الإنسان يلصق العين يعني مرات في زي الشريط اللاصق الطبي ده، لأنه إذا العين مفتوحة لفترة طويلة ممكن الدموع تنزل كتير ويحصل جفاف في العين، وده يؤدي لتقرحات في العين. فده ده دي دي حاجة دي حاجة مهمة جدا الإنسان يعمل. في إنسان بيسأل إنه في والدته أو والدته بتاخد دواء معين، جرعة 200 أو 400 200، أنا إذا فهمت صح هو الإنسان زي بياخد 200 يوميا أو بياخد 400، أنا صراحة ما فهمت، لكن شكله المهم الجرعة. هو عموما إذا الإنسان مثلا في دواء معدوم أو تركيز معدوم، الزول بيحاول يعني أنا أفتكر الزول ممكن يراجع الطبيب ويعرف الحالة شنو، لكن أنا بس صراحة ما قدرت أعرف السؤال بالضبط كيف. معليش أنا آسف في الحتة دي. طيب في إنسان بيسأل عن اللي هو زي ما قلنا الرجفة اللي بنسميها essential tremor، اللي هو نوع من الرجفة. بنسأل عن إنه الإنسان أخذ دواء اللي هو عاتب بيستخدمه وما حصل الفائدة، ممكن الزول يجرب زيادة، ممكن الزول يجرب زيادة في الدواء، اللي هو عادة. لكن طبعا احنا بنحاول الزول انه لما يزيد، بيعتمد على حسب الجرعة اللي بياخدها الانسان، لكن الزول لما يحاول يزيد بنحاول نوازن بين انه الزول هل هو مستفيد من الدواء وفي نفس الوقت انه ما عنده اعراض جانبية ولا لا، يعني لانه طبعا الدواء بتاع الاندرال ده هو بيأثر على الضغط وممكن يقلل من الضغط وممكن يؤدي لهبوط في الدورة وكده، فلازم الزول يعني يتأكد من انه هل الانسان ده يعني انه الجرعة مناسبة ولا لا. اذا الزول زاد وصل للجرعة النهائية ولسه ما حصل فائدة، ده بعد ده ممكن يحتاج لدواء تاني او يجرب نوع تاني. افتكر انا السؤال بتاع الجرعة اللي هو زول زي هو بياخد 400، هل ياخد وال400 ما في حسب فيه 200، هل ياخد نص صباح ونص مساء؟ افتكر كده، لكن انا صراحة معلش ما اعرف يعني بس ما قدرت اعرف السؤال. طيب في سؤال تاني، علاج القرحة. علاج القرحة افتكر يعني انا ما اعرف القرحة، لكن افتكر غالبا هكون بتكلم عن المعدة. ده عادة افتكر السؤال ده يعني بيكون يعني افضل مثلا ناس اطباء الجهاز الهضمي زملائنا هم اللي بيقدروا عليه، ولكن عادة بيعتمد على حسب السبب وبده ادوية معينة وفي حالات معينة لا. فانا افتكر بوجه الانسان ده والزميل الزول السائل عن انه يسأل اطباء الجهاز الهضمي. في سؤال تاني، تكرار ضربات الرأس بالشباك او اي جسم صلب، هل لها علاقة بالصداع النصفي؟ طبعا الإنسان لو اتضرب في رأسه كتير ده ممكن يؤدي لصداع، ممكن يؤدي لصداعات مختلفة، لكن فيعني بيفرق، لكن يعني عموما الإنسان في ناس كتار بيكون حصل لهم مثلا اتضرب في رأسه، سواء كان هو أصلا تبع مثلا سبب رياضة، كان ملاكم، أو مثلا زول اتضرب في مثلا حادث او حاجه بالشكل ده، ممكن يجيه صداع لفتره بعديها، لكن الضرب المتكرر للراس بالشباك وكده طبعا ده بيكون عنده مضاعفات على المخ وممكن يعني ممكن يؤدي لاعراض جانبيه. في حركه اصبع اليد لا ارادي ممكن تكون شنو؟ ده في اسباب كثيره جدا طبعا بتعتمد على حسب الحركه ونوع الحركه اللي بتحصل، فيعني صراحة إلا الزول يشوف الحركة ويعرف هي حاصلة كيف والتطور حقها الزمني وكده حتى الزول يقدر يجاوب. في
زميل واحد بيسأل هل إنه عنده صداع شديد مع دوار، ومرات بيحصل له خروج للدم من الأنف، بيحصل له نزيف من الأنف. في زي ما قلت، الصداع معظم أنواع الصداع عادة بيكون اسمه شنو ده، بيكون الصداع زي ما قلت، لو كان الصداع شديد ومعه ألم شديد ممكن ده يؤدي لزيادة في ضغط الدم، لأنه عشان الألم. ومرات في إنسان لما يكون معرض شديد للزيادة خالص في ضغط الدم، ممكن مرات في ناس يحصل لهم نزيف. يعني هي ما حاجة احنا بنتوقعها عادة، لكن انا هنا بنصح الزول ده يراجع الطبيب حقه، بالذات بتاع الأنف والأذن والحجر اللي هي سبب حكاية النزيف. الصداع مع الدوار ممكن كتير يحصل مع الصداع النصفي، وفي أنواع تانية من الصداع، لكن زي ما قلت الحكاية دي بتعتمد على الأعراض كلها، يعني جاية بشو، لأنه مثلا زول عنده صداع مع دوار مع حمى، دي حاجة مختلفة تماما من زول عنده صداع مع دوار بس، يعني فبتفرق الحاجة دي. أفتكر السؤال عن الدواء، إنه الوالدة هي بتاخد دواء الكوتاجريتول اللي هو 200، للأسف معدوم، هل ممكن تاخد 400 نص صباح ونص مساء؟ أيوة ممكن، يعني أفتكر هو إذا ما في الدواء وما في حل إلا كده، يعني إن شاء الله الزول ممكن يعني تعمل كده نص صباح ونص مساء، إن شاء الله تكون يعني يقدر الزول يمشي لحد ما تأدي لل تأدي ل يعني إن شاء الله لحد ما يتوفر الدواء ويرجع تاني. في زميل واحد بيسأل هنا إنه بيجي رعاف كتير نزيف من الأنف في أغلب الأحيان عند السجود، هل ده شيء طبيعي ولا يراجع الدكتور؟ والله صراحة ما أفتكر دي حاجة أنا طبيعية، لكن أنا ما ده ما المجال حقي دايما. هنا الحتة دي أنا عادة بنصح السائل إنه يرجع لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، زملائنا وزميلاتنا الطبيبات في المجال ده، هم إن شاء الله بيقدروا يدوا الزول يعني إجابة كافية عن الحاجة دي، ويعرفوا السبب شنو وكيف إنه الإنسان يقدر يتعالج. طيب في زول بيسأل، هنا عنده أخوه صغير عمره 8 سنوات، لما يقدر يمسك القلم أو يشيل حاجة، وعنده مشكلة في التركيز، و وحصل لهم مشكلة في هنا والدوخ. طبعا يعني أفتكر هنا أنا بنصح السائل للطفل الصغير ده نكتب له أول شيء الشفاء، يعني نسأل الله أن يعافيه ويشفيه. و المشكلة أفتكر إن الزول لازم يراجع في الحالة دي طبيب المخ والأعصاب أو بتاع الأطفال، لأنه على أساس الناس تحاول تعرف تشوف السبب اللي أدى للحالة دي هي شنو، وهل السبب ده حاجة ممكن تتعالج ولا لا، وإذا بتتعالج الزول ياخد لها العلاج شنو. فأنا بنصح ده أسائل أو السائل إنه يراجع مع طبيب تاني للمخ والأعصاب للأطفال، أو نفس الطبيب ويشوف الحالة تاني. أفتكر كده يعني ممكن أكون جاوبنا على أفتكر معظم الأسئلة. أنا يعني بس صراحة دي كانت إطلالة يعني بسيطة وسريعة، أتمنى ما أكون كترت عليكم، وهي كان بس مقصود بها يعني عامة أخواننا وأهلنا، يعني أحبابنا السودانيين والعامة، وأتمنى إنها تكون كانت مفيدة، وإن شاء الله يعني أسأل ربنا السلامة لنا وليكم، ويحفظنا ويزيل هذا البلاء من العالم، ونتمنى لكم الصحة والعافية، وإن شاء الله نتلاقى في مناسبة تانية. وشكرا لكم وكتر خيركم، وإلى اللقاء مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.